ما أكيد دائما بنحاول نلمس فيها الشارع وكل متطورات الحياة من تكنولوجيا وغيرها. اليوم مواقع التواصل الاجتماعي اللي انتشرت بجميع أنحاء العالم بشكل كتير كبير بمنصات مختلفة من الفيسبوك تويتر انستغرام وغيرها، وكلياتها نحن بنعرف أنه لحتى نكون فعالين فيها لازم نشارك بالصور وبالبوستات وبالمعلومات الشخصية وكثير من الشغلات الخصوصية لألنا. أكيد فرح، ورح نحكي اليوم طبعا فقرتنا عن مواقع التواصل الاجتماعي اللي بتكتر فيها طبعا نشر خصوصيتنا وأشيائنا الخاصة. كيف بقدر أحمي نفسي، حساباتي من مين لازم أحمي نفسي، من طبعا الموجودين على صفحتي الشخصية أو على حساباتي، ولا من مواقع التواصل نفسها؟ هاي الأسئلة وغيرها راح يجيبنا عليها اليوم ضيفنا بصباحنا غير أستاذ نضال فاعور، خبير بأمن التكنولوجيا وأيضا بالمعلومات. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، أهلا وسهلا. صباح الخير. يسعد أهلا وسهلا فيك. اليوم عم نحكي عن موضوع صار كتير شائع وبنسمع كتير مشكلات. صحيح. عن مواقع التواصل الاجتماعي وشو سببت للمشاركين فيها، يمكن من بعض المشكلات اللي بتختلف من شخص للتاني. كيف بنقدر نحمي حالنا إن كان من موقع التواصل الاجتماعي نفسه أو حتى من المستخدمين آخرين؟ هلأ بشكل عام خلينا نفهم شو هي آلية عمل هدول المواقع أو المنصات التواصل الاجتماعي. بالبداية خلينا نفندهم. بالبداية تويتر كانت هي عبارة عن خلينا نقول منشورات بسيطة، عبارة عن تقرير خبر أو إعلان معين عن شيء. بعدين إجت إنستغرام صار الموضوع لنشر الصور ومقاطع الفيديو البسيطة. بعدين إجت فيسبوك بقوة أكبر شوي وجمعت بين الاثنين، وصار الشخص أو اليوزر يقدر يساوي شو ما بده، ممكن ينشر صورة وممكن ينشر نص حتى ولو كان كتابات طويلة. يعني هلا هذا الفرق بين هدول المنصات. اللي بدي اقوله نحن عم نشوف الجزء البسيط جدا من هاي المنصات، يعني نحن عم نشوف تطبيقات بسيطه عم ننزلها على الموبايلات تبعنا. هذا الابلكيشن بيعرض لنا شو المحتويات اللي موجوده ضمن سيرفرات عملاقه لهدول الشركات الثلاثه. اكيد. طيب استاذ نضال، بدي اسالك اليوم بشكل عام اي تطبيق بننزله على الموبايل بيعطينا اذونات، يعني بيطلب سماح الدخول على الكاميرا، على الميكروفون. صحيح. على الأسماء. صحيح. على الصور، ونحن بنعطيه هاي الأذونات لحتى نقدر نستخدم الخصائص الموجودة. هل هاي الأذونات هي إشعار مننا بأنه نحن عم ننتهك الخصوصية؟ هلأ في شغلة بدي لكم إياها. نحن بما أنه عم نشتغل في مجال الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، هون بدنا ننسى شيء اسمه برايفسي. يعني بما أنك أنت ما عم تدفع ثمن البضاعة، فحتما أنت رح تكون هاي البضاعة. فانت عم تحكي يعني عن الخصوصيه، البرايفسي والاذونات اللي نحن الاوثرايتيكيشن اللي عم نعطيها لهي التطبيقات. بالبدايه نحن مجرد ما اتصلنا بشبكه الانترنت خلص البرايفسي صارت شيء منتهي تماما. هلا بنيجي على مواقع التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي بتحاول تحافظ على هاي البرايفسي. لما انا بنشئ اي بروفايل وبعطي صلاحيات للابلكيشن انه يوصل للصور، يوصل للفايلز تبعوني، بكون انا اعطيت صلاحيات للتطبيق يشتغل على كامل الجهاز وهو مرتاح. هاي الداتا كلها بياخذها بيعملها باك اب وبروح بيستغلها كتطبيق او خلينا نقول كمنصه فيسبوك لحتى يساعدني انا كمستخدم، يعرض علي اعلان معين، ممكن يعرض علي ماده معينه تفيدني في خلال بحثي او خلال متابعتي انا وشو بتابع خلال هدول المواقع التواصل الاجتماعي. بشكل عام هون الخصوصيه صارت معدومه تماما. ف كثير ناس بتقول انه معلش يعني هلا انا مثلا انسان عادي، يوزر عادي، شو بدهم هن بهي الماده اللي عندي او الامكانيات اللي عندي او مكان عملي او توجهاتي او كذا. هلا بشكل عام هن بيجمعوا هاي الداتا لحتى يبيعوها لشركات. يعني مثلا خلينا نفترض مؤسسه الصحه العالميه او منظمه الصحه العالميه بدها تعرف عدد المرضى اللي موجودين بسوريا. ما بتراسل منظمه الصحه اللي موجوده بسوريا، ما في داعي، بتفوت على الماسنجر بتشوف المحادثات بين الناس عن طريق الفيسبوك، احوال الناس اليوم الصبح مثلا شو، اكثر من 1500 2000 3000 10000 ممكن حدا حاكي مع حدا بيقول له والله اليوم انا حاسس حالي تعبان وقاعد وكذا. هلا هون صار عندهم مجموعه من المعلومات البدائيه، بعدين بيروحوا بوثقوها كيف؟ عن طريق جي بي اس، عن طريق حركتنا، كيف نحن عم نشير لوكيشن، كل شوي عم نحدد الموقع اللي نحن رحنا عليه. هون عم يستفيدوا من صور المكان اللي نحن فيه باستخدام الكاميرا الاماميه والكاميرا الخلفيه، حتى لو نحن مفاتحين، حتى لو مفاتحين، يعني هن قادرين يوصلوا لامكانيات الجهاز بكل الطرق المتاحه. اذا بدهم يستفيدوا من الكاميرات اكثر، خلينا نقول مثلا شركه جوجل، جوجل عندها جوجل مابس، هلا بتعرفوا صارت 3D، يعني صار بيعطينا الشارع مع البنايات كيف واقفه وبدلنا على العناوين.
بالاول كانوا يبعثوا سيارات في عليها كاميرا 360 درجه لحتى تقدر تصور هاي الشوارع، بينما اليوم هي لا ما لها بحاجه، هي بتعرف انه في هاي الاجهزه موجوده بهالمنطقه عن طريق جي بي اس، فبيروحوا بيستخدموا هاي الكاميرات لحتى يوصلوا للداتا، غير اللي نحن عم ننشره كمحتوى دائما بشكل متواصل عم ننشره على مواقع التواصل الاجتماعي. كمان في شغله ثانيه انه الشركات هاي مسيطره سيطره كامله على هاي التطبيقات، يعني مثلا انا اليوم حطيت منشور عم بحكي فيه عن الصحه بشكل عام، مباشرة بيجيني إشعار من شركة جوجل بالتعاون مع شركة فيسبوك إنه في فيديو على اليوتيوب بيحكي عن الرعاية الصحية، بيحكي عن الفيتنس، بيحكي عن المواد الثانية. أنا في هاي الحالة شو ضاعت الخصوصية عندي. هلا في شيء كان بهي المناسبة إنه نحن أوقات مثلا بنكون قاعدين بمكان الفلاني مثلا بالصدفة شفنا بعض الأشخاص، نرجع البيت او اوقات ثاني يوم بنلاقي انه اقترح الفيسبوك بعض الاصدقاء يمكن بحسب اللوكيشن يلي هو دل او بحسب تطبيقات معينه، فنحن هون بعض الاستغراب انه معقول الفيسبوك ممكن يقرا الافكار او يعرف مثلا نحن شو هي الفيفوريت يلي نحن بنفكر فيها ان كان بالفيديوهات يلي بنحبها او حتى اهتماماتنا، كيف بيصير هذا الشيء؟ رح اقول لكم كيف. هلا بشكل عام اجهزه الاندرويد والاي او اس بتحاول قد ما فيها تخصص ميكروفونات حوالين الجهاز بشكل عام، هي عم تستخدم عدة سنسورات، السنسور الأول هو جي بي اس اللي هو فيه اللوكيشن، ثاني شيء عم تستخدم شبكة الإنترنت اللي نحن عم نتصل فيها، بعد شوي عم تستخدم شيء اسمه الكاميرات، وقلنا إنه هي حساسات السنسور تبع الكاميرا ويبين عندها مباشرة نستخدمه، بالأخير عم تستخدم ميكروفونات. يعني هلا موجودين نحن وعم نحكي عن الموضوع بخص التكنولوجيا بشكل أو بآخر، الميكروفونات شغالة، بعد ربع ساعة أو نص ساعة بيقترح علينا الفيسبوك مباشرة إعلان معين أو مادة معينة عن الموضوع اللي نحن كنا عم نتبحث فيه، مباشرة ببلش يعرض علينا هاي الداتا. طبعا لما بنفوت على البرايفسي بقلب الموبايل، يعني بنفوت على خلينا نقول الأذونات اللي عطيناها للتطبيق، بنلاقي في عنا مجال كبير لهي الأذونات، يعني الفايلز، الملفات، اللوكيشن، الفيديو، التصوير، يعني تقريبا عم يستغل كل جهاز بكل إمكانياته. طيب مين نضال حتى تستغله فيسبوك؟ يعني ليش حتى توصل لهذا الشخص؟ هلا هي بشكل عام هاي الماده تجمع من كل الافراد اللي موجودين بالعالم، خلينا نقول المليارات اللي فايتين على منصات التواصل الاجتماعي، لحتى تتوزع بالتناسب لهي الشركات، وبالمقابل المنتج والمعلن واي حدا بيقدم لنا ماده يكون اخذ ثمنها من هدول الاشخاص مباشره. فمثل ما ان اذا انت ما دفعت ثمن اي بضاعه فاعتبر نفسك انه انت البضاعه، مشان هيك نحن دائما بقول انه مفضوحين ومخترقين تماما، ما في برايفسي اصلا. يعني موضوع الخصوصيه على الموبايل فينا نقول ملغي أبداً. طيب خلينا نحكي اليوم، في كثير اشخاص بيعانوا حاليا من الهكر اللي صار بكثير سهوله عم يدخل على حساباتهم الشخصيه. صحيح. في اشخاص عم بيقولوا، عم نسمع انه ستيكر على الواتساب صار بيقدر الواحد يعمل من هاي الستيكر رابط ويفوت ويهكر موبايلك ويسحب كل شيء عليه. مدى صحة هاي المعلومات وآلية الهكر الجديدة صارت موجودة؟ هلا شوفي، في كثير اساليب بيتبعها الهكر لحتى يوصل للمعلومات. اول شيء خلينا نقول انه تكنولوجيا الموبايل سهلت كثير على المخترقين بهذا الموضوع. بالبداية كان يروح على المواقع يخترقها، على سيرفرات، على شركات عملاقة، ممكن يتعذب شوي لحتى يقدر يوصل لهي الداتا، بينما اليوم نحن عم نقول ما في برايفسي، معناتها سهولة الوصول لهي الداتا صار أبسط عن طريق الموبايل وعن طريق الابليكيشن اللي موجودة على الموبايلات، وخاصة الفيسبوك وبرامج الفيسبوك من انستا لواتساب. كيف بيقدر بيوصل؟ في عدة طرق. من المعتاد والمشهور عالميا هي الفيشنج، الاصطياد، التصيد. ممكن يبعث لنا رابط خلال التعليقات او خلال المحادثه، هذا الرابط هو عباره عن شركه عم تعمل دعايه على الويب سايت كذا، بيكون هو عامل شيء معين، فبنروح بنضغط نحن على الرابط، ممكن تفتح لنا صفحه الفيسبوك نفسها، فكر حالنا نحن لازم نسوي لوج ان من اول وجديد، فبنحط الباسورد ويوزر نيم بصير عند المخترق. شغلة تانية انه عن طريق الابليكيشن ممكن يحقن في شيء اسمه تروجن، اللي هو حصان طروادة، انه بيقدر يحقن في فيروس معين، هذا الفيروس مجرد ما يصير بقلب الجهاز بيتثبت كتطبيق نحن ما بنشوفه، بيكون بالباك جراوند. هذا التطبيق بيتعامل مع الداتا تبعنا على اساس انه هي ملفات خاصة بمين؟ بالمخترق، فبصير بيعمل باك اب اول باول وبيبعث له هاي الداتا، فبصير بيستخدم المخترق مواضيع الابتزاز وغير الابتزاز وهي القصص، حتى ممكن يسيطر على الحسابات بشكل كامل. الشغلة التانية انه كمان هدول المخترقين اليوم بمساعدة الصهيونية بشكل عام، يعني خلينا نقول وشركة NSO الإسرائيلية، راحوا اعتمدوا تطبيقات جديدة اليوم بتكنولوجيا اليوم اللي هي البيجاسوس.
البيجاسوس جدا مشهور اليوم، ما في داعي نحن نضغط اي شيء ولا في داعي نفوت على اي موقع، وان كليك اسم الثغره، مجرد ما يتصل فينا كولينج على الواتساب او على الماسنجر او على اي برنامج تواصل اجتماعي، نحن بنوع بفخ هي المختلف، فبيقدر بيوصل لبياناتنا. اليوم الحمايه معناتها كثير صعبه، اذا باداء التفاصيل عم يقدروا يخترقونا، كيف نحن بنقدر نحمي حالنا، يعني نعمل اللي علينا مثل ما بيقولوا، بنفس الوقت يمكن كيف نقدر نتنبه انه تم اختراق الجهاز بدون نحن مثلا ما عرفينا يدق لنا انه نبعث لي الصوره الفلانيه او الفيسبوك يقفل او اي طريقه كانت. هلا شوف، بالبدايه بالاساس نحن لازم نحافظ على ملفاتنا الخاصه مثل الاي ديز، مثل الصور الشخصيه، بمكان برا الجهاز. دائما انا بنصح بهذا الموضوع. اليوم في فلاش ميموري عن طريق الاو تي جي بتنوصل جاكيت الشحن نفسها، ممكن تخزن عليها هاي الداتا وبتنحفظ بمكان ثاني. ممكن نحن نشفر الداتا تبعنا، في كثير ابلكيشنات نحن بنقترحها دائما بمجموعاتنا اللي بننشرها على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. الدكتور مازن عمل مجموعه الحلول، نحن انا احد الموجودين فيها، دائما بننصح هاي الناس واليوزرز انه اعملوا هيك ولا تسووا هيك. نفعل موضوع التو واي اثورايتيكيشن اللي هو التوثيق بخطوتين بكل تطبيقاتنا، ما نعتمد على التطبيقات اللي نبعتها لبعض على الشركات وخذ هذا التطبيق لك ممتاز وعلى هذا كذا وهذا كذا. دائما لازم نكون محافظين على التطبيقات اللي عندنا اب تو ديت بشكل مستمر، يعني بنفوت على المتجر وبنعمل لها تحديث ونعتمد على تطبيقاتنا بالمتجر. هلا لحتى احافظ على البرايفسي تبعي، انا بنصح دائما خاصه الصبايا بقلب البيت انه نحن نغطي كاميرا. هلا في كفرات بتركب على الجهاز، ممكن يكون لها غطاء من قدام، بس نسكر الغطاء خلص الكاميرا الاماميه تسكرت، حطينا الجهاز على الارض خلص هوني نحن ضمننا الكاميرا. بس بالنسبه للصوت بعده طول ما هو موصول بالانترنت الجهاز راح يضل في عمليه مراقبه بشكل او باخر. الشغله الثانيه انه نحن دائما بنحاول ما نفوت اجهزتنا على اماكن خاصه فينا، يعني مثلا غرف النوم نحن كنا متعودين اليوم والاغلبيه ما بينام، اي ما بينام لحتى يحط الجوال جنب راسه، هذا الحكي مرفوض. اول شيء في حدا عم يراقبنا، في حدا شايف شو عم نعمل. بشكل عام ما نأمن بأي تطبيق ولا بأي برنامج ولا بأي شيء، دائما بننصح نحن دائما 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 أي حدا بيطلب منك الرقم اللي هو مؤلف من 6 أرقام أو 4 أرقام اللي بتبعته الشركة أنت لحتى تفوت على تطبيقك، اللي بيجينا بالتو واي اثورايتيكيشن اللي هو التوثيق بخطوتين، ما نبعته لأي شخص ولو كان محترف ولو كان مختص ولو كان كذا، إلا إذا كنت أنا وقعت بمشكلة وبعرف حدا صديق إلي ممكن يساعدني بحل هاي المشكلة. بشكل عام فينا نتنبه نحن انه الموبايل تم اختراقه؟ اكيد فينا نتنبه، اكيد. باي طريقه؟ هلا في عده امور بتصير معنا على اجهزتنا. الامر الاول رح نلاقي انه البطاريه عم تخلص بسرعه، حراره الجهاز عم ترتفع، ممكن نلاقي انه دينا بدنا نفتح الكاميرا بيطلع لنا اشعار الجهاز انه الكاميرا مستخدمه حاليا من قبل تطبيق اخر. ممكن نلاقي انه الذاكره عم تمتلئ شوي شوي. كيف عم بتصير هاي القصه؟ الشخص اللي عم يخترق جهازنا عم يحاول يبعث داتا، والاختراق على فكره انتبهوا مو من اشخاص بس، حتى من الشركات نفسها. مثل ما قلنا هلا اليوم شركه جوجل بدها داتا عن هاي المنطقه، بتروح بتاخذ كل شيء اجهزه موجوده، حتى الترافيك، يعني بدها تعرف زحمه الطرقات، بتشوف كم جهاز موجودين بهالمنطقه هلا عبر الجي بي اس، بتقول انه هذا الشارع ترافيك فيه عالي. فنحن ما في عندنا شيء اسمه برايفسي او خصوصيه بالموبايل وبالاجهزه المحموله. طيب بشكل عام كل شيء متصل بالانترنت. اذا وقفنا النت، يعني انا اليوم ما بفتح نت على الموبايل الا اذا بدي ابعث شيء او ارسل شيء، اما باقي النهار مثلا مسكر النت على الموبايل، بقدر احمي حالي شوي من الاختراق؟ هلا هون انا حميت، انا هون حميت حالي بنسبه 80%. 80%. ال 20% وين؟ ال 20% اللي هن جي بي اس والكولينج اللي انت متصله ببرج، هذا البرج عم يعطيكي داتا. في ثغره دائمه هي ولحد الان ما انحلت من بدايه نشوء شبكات الاتصال لحد الان، هاي الثغره بيقدر الهكر او المخترق يوصل للداتا اللي عم تطلع من الجهاز كرسائل مسجنج تكست او اتصال، وعم تربط بالبرج ومن البرج لمؤسسه الاتصالات. تمام. يعني مشان هيك ما فينا نقول انه نسبه الحمايه بتوصل ل 90% او 99%، ابدا ابدا، نضل نحن 80%. عم نحكي عن شغلات عن جد اذا فكرنا فيها شوي فهي اشياء مرعبه، ما عاد الشخص له خصوصيه، معرض باي لحظه للاختراق وبالتالي يمكن لنشر كثير من خصوصيته. كيف بتنصح اليوم كل الاشخاص بخطوات بسيطه يحموا حسابهم غير انه يمكن نطفي الموبايل او حتى نلغي خدمه موقع او اي شيء، كيف تنصح؟ هلا انا بشكل عام بنصح مستخدمين فيسبوك
انه نختار بعنايه الاشخاص اللي نحن بدنا نسابقهم، هاي اول شغله. شغله ثانيه نحاول نبعد عن التشهير وعن الامور اللي بتوصلنا لمحتوى سيء بشكل او باخر، سواء كان عن طريق اليوتيوب او عن طريق المتصفح العادي الكروم او عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. كمان بنصح دائما انه عمليات تخزين الصور الخاصه والملفات الخاصه تكون خارج الجهاز بشكل او باخر. اذا اضطريت انا ابعث لحدا ممكن اني اضغط هاي الملفات بمجلدات مضغوطه زيب او رار مثلا او كذا، وحط لها مفتاح سري وابعتها عن طريق الماسنجر او عن طريق الواتساب. كمان ما نزل اي تطبيقات حدا بيقترح علي ببساطه اقول له يلا هات التطبيق وحطه عندي بالجوال. اخر شيء مثل ما قلنا نحن بدنا نحاول انه نحافظ على هذا الجهاز كانه سلاح. هذا سلاح خطير، بدي اعرف كيف استخدمه. غطي كاميرا، غطي ميكروفونات احيانا، اضطر يعني افصل جي بي اس احيانا، استفيد منه بقدر الامكان وانا عم بحمي حالي 100%. يعني يمكن احنا ما بدنا نرعب العالم، بس انه بشكل عام احنا خلينا نقول الناس خلي يكون عندها وعي اعلى، يعني هاي ليفل شوي يعني البرايفسي والخصوصيه والامن أولوية بالحياة. يعني أول شيء واحد بدور خصوصاً بهذا الوقت اللي صرنا فيه وصار الموبايل جزء لا يتجزأ من حياتنا. الحديث يطول عن هذا الموضوع، لسه في كتير قصص ممكن نحكي فيها بالتفصيل. نتشكر وجودك معنا، شكراً لك. شكراً لك أستاذ نضال، ويمكن لفت نظرنا على أمور يمكن بسيطة ما بتخطر على بالنا نكون مخترقين لهي الدرجة. صحيح، شكراً.